متابعينا الكريم عبر صفحة إذاعة قسنطينة، نرحب بكم من هنا من قلب الحدث ومن منصة الصحافة الخاصة بملعب الشهيد حملاوي. نتواجد هنا بالقرب من المنطقة الفي اي بي وكذا منطقة التي يتواجد بها الصحفيين محليين كانوا أو أجانب. معنا الصحفي السوداني محمد يعقوبي الذي نستضيفه في هذا الفضاء الصغير قبيل انطلاق اللقاء، لقاء غانا ومدغشقر. محمد مساء الخير. مساء النور، وأنا سعيد بالتواجد في مدينة قسنطينة. قسنطينة أو الصخر العتيق، صحيح ما تكنونها. أنا سعيد بتواجد المرة الأولى. نعم، أتمنى أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى أيضا إن شاء الله في زيارة إن شاء الله. إن شاء الله في الكان إن كان من نصيب الجزائر. ما رأيك في التنظيم الجزائري؟ بكل شفافية تقدر تنتقد. حقيقة مقابل من ينكر الجهود الكبيرة التي يعني أولتها الجزائر لهذه النسخة، التي أتوقع أن تكون هي الأكمل والأمثل في نسخات المحليين السابقة. يكفي ما شاهدناه في الجزائر بالأمس من حضور جماهيري غفير لمباريات قد لا تكون لأندية كبيرة مثلا منتخبات، حضور غفير، التنظيم على أعلى مستوى، الأوضاع منظمة، الإعلاميين يعني وجدوا كل راحة ويؤدوا عملهم على أكمل وجه، وهذه ليست مجاملة بل حقيقة ماثلة. فيما يخص ظروف الإقامة بالنسبة لكم أنتم كصحفيين أجانب، كيف كان الاستقبال؟ ظروف الإقامة هل هي طيبة؟ فيه نقائص؟ ما الشيء اللي ممكن تعيبه على التنظيم؟ والله إن كان ثمة منقصة أو هي ربما أنا يعني أتمنى أن المسؤولين ينظروا لها هي الإقامة. نعم، الفنادق ربما غالية بعض الشيء. أيوة، لكن في كل الأحوال نحن يكفي ما وجدنا الاستقبال والترحاب والبشاشة للشعب الجزائري، وهذا يكفينا أيضا إن شاء الله. طبعا هذا ما ستجده مع الشعب الجزائري ممكن الذي يتصف بالضيافة وبحسن الضيافة بين الجزائر والسودان في واحد الدين هكذا تشفى ليه؟ هذه محبة، نحن لا نقول الدين، هذا واجب. وش هو الدين؟ هذا واجب فعله المنتخب السوداني. يعني الجمهور السوداني هو محب للجزائر بطبيعة الحال، الجمهور السوداني لا يجامل إطلاقا. نعم، يحبك يحبك، لا يحبك لا يحبك. تتذكر وش هو الدين؟ أتذكر مطر المنتخب الجزائري والمنتخب المصري في أم درمان، كلما ألتقي أحد الجزائريين يقول لي أم درمان، أصبحت عالقة في أذهان الجزائريين. طبعا السودان مشهورة أيضا بفرقها الكبيرة، وأكيد الهلال السوداني من منا في الجزائر لا يعرف الهلال السوداني. كيف هي البطولة هناك؟ أين يحتل فريق السودان والهلال السوداني حاليا؟ نعم، أنا أقول المريخ والهلال هما أندية القمة أعلام ممكن الدوري. نعم، نعم. حاليا الهلال يتصدر المنافسة في الدوري الممتاز، وطبيعة الحال المريخ والهلال يتبادلان المراكز. نعم، حتى البطولة مرة المريخ مرة الهلال يعني يتداولان عليها، ما كانش يعني لفريق ثالث له حظ ممكن؟ والله لا، على المدى القريب أو البعيد لا أعتقد، لأن الثقل في السودان هو الهلال والمريخ. نعم، يعني في الجزائر تعرف من هو المتصدر؟ لا والله لا، لكن أعرف أعرف الشباب بالوزداد هذا غني عن التعريف. نعم، طبعاً أخذ ثلاث طبعات. نعم، نعم، على التوالي أخذ ثلاث طبعات على التوالي، وحالياً هو المتصدر. هو فريق غني عن التعريف طبعاً، نحن لا تذكر الجزائر إلا ويذكر شباب بالوزداد، يعني نعم. فريق عريق. النادي عن التعريف. النادي هنا في قسنطينة، تعرف من يمثل قسنطينة في المحترف؟ نادي ولا لاعب؟ نادي شباب قسنطينة. شباب قسنطينة. يلا عمل تحية لأنصار شباب قسنطينة. تحياتي شباب قسنطينة، وأتمنى أن تنالوا البطولة هذا الموسم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله تكون في مشاركة قارية لشباب قسنطينة أيضا وتستضيفها هنا. راح تجي مع المريخ السوداني أو الهلال إن كان فيه مشاركة. لا ربما في كرة القدم كل شيء جائز، يعني ما كان صغيرا اليوم غدا كبيرا، فقط هو الاهتمام بالبنية التحتية، وكرة القدم أصبحت مال. صح، متى ما توفر المال وتوفر الفكر
تصنع فريقا قادر على المنافسة في البطولات الأفريقية والعربية على حد سواء. إن شاء الله طبعا هذا ما نتمنى. لو توجه ممكن كلمة فيها متابعين عبر صفحة إذاعة قسنطينة بحيو منتخب السودان من خلالك وجالب كلمة طبعا. أنا شاكر لكم ومقدر، وأتمنى أن تكونوا حضورا في كل مباريات السودان في هذا الملعب لمؤازرة السودان، فهو يستحق منكم المؤازرة إن شاء الله. أكيد سيكون في وسط جماهيره وسط أهله هنا في قسنطينة، والترحاب سيكون كبيرا. هذا ما الشيء اللي نتأكد منه من جماهير قسنطينة المحبة والتي تتنفس كرة القدم. سنحاول عمل جولة أخرى ونستضيف ضيف آخر. خليكم تابعين لصفحة إذاعة قسنطينة لرصد كواليس ما قبل مقابلة غانا ومدغشقر. فشكرا لكم على تفاعلاتكم الجميلة أكيد، وبالتوفيق للأشقاء السودانيين هنا في رحلة البحث عن اقتطاع تذكرة العبور إلى الربع النهائي. شكرا ونعود ونلتقي.